نمضي معكم ونختتم هذه الجولة مع البروفيسور عبد اللطيف البوني من أخيرة السودان حاطب ليل، والتي أتت اليوم بعنوان المفاوضات واللعبة القردية. يبتدر البوني زاويته قائلا: عندما بدأت مفاوضات سلام جوبا في العام الماضي، وكتب أساتذة أفاضل غيرنا قائلين أن مفاوضات القطاع لا داعي لها احتراما وتقديرا لثورة ديسمبر الشعبية الظافرة، هذا إن لم يكن جنيا لثمارها. وقلنا إنه طالما إن كل الذين يحملون السلاح رحبوا بالثورة وقالوا إنهم من صناعها، فيجب إسقاط مفردة تفاوض هذه ليكون التفاعل حوارا مباشرا. يمضي البوني الإصرار على مفردة التفاوض ونقل التفاوض خارج البلاد لم يكن اعتباطا، بل هو جزء من اللعبة القردية الدولية الكبرى التي تحرك العالم. فالذين قرأوا كتاب السيدة النرويجية ليندا جونسون بعنوان اندلاع السلام، الذي كرسته لكواليس ومدخلات ومخرجات اتفاقية السلام الشاملة في الماضي، سيلحظون أن عملية التفاوض لم تعد بالمعنى المباشر التي تشير إليه مفردة التفاوض، إنما أضحت صناعة عالم خاص للمتفاوضين يغيبهم تماما عن الواقع الذي قدموا منه. يستمر البوني الذي تقدم: لم يعد من المستغرب أن تأتي أفكارا أو مصطلحات لا يفهمها المواطن العادي، لا بل حتى المفاوض نفسه. فمثلا عبارة المشورة الشعبية التي يرجع إليها سبب ظهور الجنوب الجديد، لم تكن في علم أو بال المتفاوضين من الجانبين، ولم يسمع بها قبل أحد منهم، لا جون غرانغ ولا علي عثمان ولا أي عضو من الوفدين قبل إنزالها عليهم. لذلك اجتهد غرانغ وسماها جنى صغير بتاع تقرير المصير، بينما عدها وفد الحكومة مرادفة لمصطلح الحكم الذاتي. فإذا هي الآن والدنبعل على حد وصف الكاتب. يختتم بالقول: لكل الذي تقدم ينبغي أن لا نستغرب مطلبا مثل إجازة الأربعاء أو غيره، فالشغلان كلها اقتراب للقضايا الواقعية، ولكن المشكلة أن ما يتم التوصل إليه من هذا الاقتراب سيتنزل على يافوخنا ويزيد الأمر تعقيدا، ثم بعد ذلك نسعى للتخلص منه ونبحث عن الدرب الذي سيرجعنا إلى القضية الأساسية. شفتوا التكلفة دي باهظة كيف؟ هذا إذا ظل الناس هم الناس، وليكن الله في عون البلاد والعباد.